حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من المواقع المحلية، ثلاثة يمنيين سافروا إلى ألمانيا ورفعوا دعوى قضائية ضدها. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية، فرنسا محتارة في التعامل مع عدد من الأطفال المولودين في الخارج. مظاهرات في عدة مدن غربية ضد العنصرية واليمين المتطرف. أهلا بكم. أطلق مؤتمر عرب المستقبل الذي ختم أعماله أمس في اسطنبول نداء لمواطني الدول العربية للتجمع حول مشروع مشترك يكفل تحقيقه خروج الشعب والأمة مما تعيشه. وعنون موقع المصدر أونلاين: مؤتمر عرب المستقبل يدعو الشعوب العربية إلى التوحد حول مشروع جامع للخروج من الكابوس. ونظم المجلس العربي للثورات العربية الذي يرأسه الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، نظم المؤتمر العربي الدولي عرب المستقبل في مدينة اسطنبول التركية يومي 16 و17 من مارس الجاري لبحث معالم رؤية جديدة للعرب تحت عنوان عرب المستقبل، من أمة رعايا إلى أمة مواطنين. وعقد المؤتمر بحضور أكثر من 350 مشاركا من المفكرين والسياسيين والمثقفين والإعلاميين من مختلف البلدان العربية. ونشد بيان صادر عن الفعالية: المواطنين والمواطنات المشاركة في الحلم المشروع لشعب المواطنين واتحاد الشعوب العربية الحرة عبر الانضمام إلى هذه الوثيقة التي تم التوقيع عليها وإثراؤها بالأفكار والمقترحات ونشرها على أوسع نطاق، والعمل في كل مستوى على تفعيل أفكارها ورؤيتها وإيجاد الأطر الكفيلة بترجمتها إلى واقع ملموس. ربما يمكن للقضاء في دول العالم الأول أن يعيد الحقوق لأهلها حتى بعد انتهاكها. هذا ما فكر به ثلاثة يمنيين كما يقول موقع يمن مونيتور، حينما قاموا برفع قضية بمحكمة في برلين ضد الحكومة الألمانية لدورها في قتل مدنيين في اليمن تم استهدافهم بطائرات بدون طيار أمريكية، حيث تعتبر قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا جزءا لا يتجزأ من برنامج الطائرات الأمريكية بدون طيار. وتم افتتاح القضية يوم الخميس الماضي بحسب تلفزيون دويتش فيليه الألماني. وقال القاضي الذي يرأس الجلسة وولف سارني هوسن إن المحكمة الإدارية العليا في مونستر تواجه مهمة شاقة وهائلة في واحدة من القضايا التي لم تعالجها المحكمة الدستورية الألمانية ولا المحكمة الإدارية الفيدرالية. وتسعى قضية بن علي جابر ضد ألمانيا إلى إجبار الحكومة الألمانية على الاعتراف بالمسؤولية بالمشاركة في مقتل اثنين من أفراد عائلة المدعين في اليمن عام 2012. وعلاوة على ذلك، يدعو المدعون ألمانيا إلى حظر الولايات المتحدة من استخدام قاعدة رامشتاين الجوية في حربها العالمية بدون طيار. الحكومة الألمانية أنكرت مسؤوليتها عن مقتل مدنيين مثل أفراد عائلة بن علي جابر، وتقول وزارة الدفاع الألمانية التي تمثل الحكومة إنه لا يوجد لديها دليل على أن رامشتاين متورطة في حرب الطائرات بدون طيار الأمريكية، وهجمات الطائرات بدون طيار لم يتم إطلاقها أو نقلها جوا من ألمانيا. على الرغم من أن هذا صحيح تقنيا، فإنه ليس القصة كلها. مع تطاول الأزمة اليمنية ودخولها العام الخامس منذ أن سيطرت الميليشيات الحوثية على صالح وانقلبت على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني في خريف عام 2014، أخذ الوضع السياسي المقاوم للانقلاب يتفكك بخطاب محتقن باليأس والتشكيك والملعنة. هكذا يبدأ السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بلقيس. هل هناك من يعتقد أن الحوثيين سيوافقون على عقد سلام ينهي انقلابهم ويمنع قيام الدولة الطائفية التي يسعون إليها دون تغييرات جوهرية على الأرض؟ الإجابة بكل وضوح هي لا، إذا لم يتغير الوضع على الأرض، وهو الوضع الذي صنعوه بالقوة. الحوثيون يعملون على مستويين: السيطرة الكاملة أو الدولة الطائفية التي ستشكل بالنسبة لهم خيار التفاوض فيما لو بقيت الأوضاع على ما هي عليه. المستويان أحلاهما مر، وهذا يعني أنه لا خيار أمام قوى ائتلاف وطني لاستعادة بلدهم ودولتهم ومستقبلهم سوى أن يتمسكوا بهذا الائتلاف الواسع مع كل ما يعتوره من إشكاليات، والنظر بجدية فيما يمكن إصلاحه من أعطاب في آليات عمله وإكسابه ديناميات الفعل القادر على إنتاج شروط أفضل للعمل. إن الخطاب الراهن يشوش المشهد بأكمله ولا يسمح بالبحث الجاد في إصلاح الخلل بعيداً عن الحسابات الجاهزة والمواقف المعززة بالانحيازات السياسية المجردة.
ومع ما يرافق ذلك من دوافع لتحويل الصراع الرئيسي إلى صراعات جانبية، فإنه لا يدل في أحسن الأحوال على إدراك حقيقي للتداعيات التي سينتهي إليها الحال في حالة استمراره على هذا النحو. لقد بات هذا الخطاب على ما به في كثير من الأحيان من حنق وحرص وغيرة مثار قلق، فمن شأنه أن يفضي إلى تكريس حالة اليأس وتبيئتها في الوعي الاجتماعي كأحد شروط تطبيع الانقلاب، والذي سيؤدي بالنتيجة إلى تكريس خيارات للحل تضع اليمن على مسار لن يفضي بها إلا إلى مزيد من الاضطرابات وعدم الاستقرار. عندما تضعف الدول فإن الحكم وتصريف الأمور الحياة ينتقل إلى القرى والطرق العرفية، وللأسف فإن هذا يجعل الطرق التقليدية متحكمة بحياة يفترض أن تكون عصرية. موقع المشاهد ذات يتحدث عن خلاف غريب حدث في حضرموت، وعنون الموقع حضرموت صراع الاستحواذ على المشتقات النفطية. ويقول الموقع: لم ينسى سكان محافظة حضرموت الأزمة بين ساحل ووادي حضرموت قبل أشهر بعد محاولة شركة النفط بساحل حضرموت احتكار المشتقات النفطية على حساب أبناء المحافظة بوادي حضرموت. تلك المحاولة التي تركت جرحا غائرا في قلوب سكان شقي المحافظة عقب إصدار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام الكثيري توجيهاته للنقاط العسكرية بوادي حضرموت بمنع مرور أي قاطرة نفط متجهة إلى أي منطقة بالجمهورية قادمة من خزانات شركة النفط بالساحل. كان ذلك وفقا لتقرير الموقع ردة فعل على التصرفات غير المسؤولة من قبل إدارتها ومنعها المشتقات النفطية عن محطات التموين بوادي حضرموت. أقدمت ميليشيات الحوثي على نهب آلاف القطع الأثرية من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء، وعقب نهبها شرعت بالمتاجرة بها بعد رفض تسليمها لوزارة الثقافة والمتحف الوطني في العاصمة اليمنية. وفقا لموقع عدن الغد، أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء طلبت قيادات حوثية بتسليم آلاف القطع الأثرية التي تم السطو عليها من القسم الخاص بالآثار الذي كان في جامع الصالح لإيداعها المتاحف للحفاظ عليها. وقالت المصادر إن طلب هيئة الآثار قوبل بالرفض، وإن جميع القطع الأثرية التي كانت موجودة في جامع الصالح اختفت بعد سيطرة الحوثيين عليها مطلع ديسمبر 2017. وأشارت المصادر إلى أن قيادات الميليشيا الحوثية سطت على آلاف القطع الأثرية، ويعود العديد منها إلى العصور القديمة، ومنها كنوز حميرية قديمة من الذهب الخالص وغيرها. الجدير بالذكر أن الرئيس السابق خصص متحفا لهذه القطع الأثرية النادرة في الجامع الذي بناه في السبعين في فترة حكمه، وقبل أن تطيح به ثورة 11 من فبراير. التعليم والإعلام ومناجم الكراهية، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط. تتحمل أطراف كثيرة مسؤولية تصاعد المخاوف من الإسلام في بعض المجتمعات الغربية. غداة سقوط الاتحاد السوفيتي بدأ الحديث عن الحاجة إلى عدو جديد وأن الإسلام هو الخطر المقبل، وتكاثرت التحليلات التي تتوقع صداما مروعا بين الحضارات وحروبا بين الأديان، وجاءت بعض التمزقات لتغذي نظرية حروب الهويات الدامية، وبينها صور الجثث الوافدة من الطلاق الصارخ بين مكونات ما كان يعرف بيوغوسلافيا. ثم تدافعت أمواج الهجرة باتجاه الغرب بفعل الفشل الاقتصادي أو القمع أو الغرق في مستنقعات حروب أهلية اتخذت أحياناً أشكالاً من الإبادة الجماعية. في موازاة ذلك، لعبت القوى العمياء في العالم الإسلامي دوراً كبيراً في تدعيم حجج القوى العمياء في الأماكن الأخرى. ففي مطلع القرن نقلت القاعدة الحرب إلى الأراضي الأمريكية نفسها عبر هجمات 11 سبتمبر أيلول، واجتاحت صور الخراب والضحايا شاشات العالم، وأسهم الرد على تلك الهجمات في أفغانستان ثم حرب العراق في توفير مناخات حادة أججت المشاعر وساعدت المتشددين على مزيد من الاستقطاب. وكانت إطلالة داعش تطوراً فظاً في هذا السياق حين شاهد العالم سكاكين الدواعش تجز أعناق أفراد لا لشيء إلا بسبب انتمائهم المختلف. كما شاهد داعش يروع عبر خلاياه النائمة أو ذئابه المنفردة مدناً ودولاً وينادي بالعودة إلى كهوف التاريخ. غداة مجزرة المسجدين توحد العالم في إدانة الإرهابي القاتل وفكره وتبريراته. أدرك العالم خطورة الانحدار إلى ممارسات ترمي إلى إشعال خطوط التماس بين الأعراق والحضارات والأديان، لكن الإدانات والإجراءات العقابية بحق المنفذين لا تكفي. لابد من معركة يومية واسعة لإنقاذ قيم التعايش والتسامح،
لا مخرج للعالم من مستنقعات العنصرية والتعصب إلا بمعركة يومية داخل المدارس والجامعات والمنابر الدينية والاجتماعية والسياسية لمنع المتعصبين من الاستيلاء عليها وإطلاق أمواج التعصب والكراهية. مرض الكوليرا، ذلك الوباء المستمر بالانتشار، يتحدث عنه الموقع بوست بإحصائيات حديثة عن عدد الإصابات في مدينة تعز، ويقول إنه تم رصد أكثر من 3600 حالة إصابة بوباء الكوليرا في المحافظة وثمان وفيات منذ بداية عام 2019. مصدر في مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز قال إن مركز محافظة تعز سجل العدد الأكبر من حيث انتشار الوباء، وهناك 191 من حالات الإصابة تم التأكد منها مخبريا. ولفت المصدر أيضا إلى وجود مخاوف لدى السلطات المحلية في تعز من تزايد انتشار الوباء في حال عدم العمل من أجل الحد من تفشيه. مطلع أكتوبر الماضي أعلنت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والصحة العالمية أنه منذ أبريل عام 2017 توفي أكثر من 2500 شخص من بين أكثر من 1,200,000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في اليمن. تناقش صحيفة لوموند الفرنسية في افتتاحيتها التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس، وعنونت الصحيفة أطفال الجهاديين الفرنسيين المعادلة المروعة. وقالت الصحيفة طرح السؤال منذ أشهر، منذ الهزيمة العسكرية للدولة الإسلامية التي تمت في معاقلها الأخيرة في شمال سوريا، كيف نتصرف مع هؤلاء الفرنسيين الذين انضموا باسم الجهاد في السنوات الأخيرة إلى داعش في سوريا والعراق وهم محتجزون في المنطقة. وقالت الصحيفة بالنسبة للبالغين فإن المشكلة تظهر بالفعل كمعضلة أمنية وقانونية وسياسية، وبالنسبة لأولئك الذين قاتلوا في العراق تؤمن فرنسا بأن تتكفل بهم العدالة في هذا البلد. وتفيد الصحيفة أن الحكومة الفرنسية بدت في البداية مستعدة لإعادة الفرنسيين إلى وطنهم لمحاكمتهم في فرنسا ومنعهم من إعادة الانتشار في العالم. أما وضع الأطفال فإنه أكثر دراماتيكية ويمثل المشكلة الأكثر صعوبة بالنسبة للسلطات الفرنسية، من ناحية فإن العاطفة أمر لا مفر منه أمام الصور مثل تلك التي ننشرها اليوم للأطفال الصغار الذين غالبا ما يولدون في الفوضى السورية برفقة أحد الوالدين. وتتراجع الصحيفة إلى القول إن برنامج العودة للجهاديين لم يعد مدرجا في جدول الأعمال، كما أن إعادة الأطفال فقط إلى الوطن أمر غير مطروح في الوقت الحالي، على حد تعبير لوران نونير رئيس جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية. العيش في ظلام، تحت هذا العنوان كتب أحمد الحناكي مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية، مضيفا: نشأت كما غيري من الناس مع والدتي الكفيفة منذ أن كان عمرها 6 أشهر، ولكن هناك فارقا من دون شك، فلم تلتقي عينانا أبدا، وتعابير السعادة أو التعاسة أو الألم أو الغضب تتباين بشكل مختلف عمن يملكون البصر، غير أن والدتي عوضت أشياء كثيرة بأخرى تميزت بها، منها تلك الحساسية المفرطة وذلك الذكاء الحاد وعاطفة ملتهبة وحب يملك كل قلبها، مكرس لابنيها الاثنين أخي وأنا. يعتصرني الذنب أحيانا كما لو كنت مسؤولا عن فقدانها البصر، وتقول والدتي إنك كنت في الرابعة أو حواليها من العمر عندما قلت لي خذي واحدة من عيني لكي ترين بها. كانت وما زالت صديقتي التي تستنبط وتسبر أغواري وتفهم مشاعري حتى من دون أن أتكلم، ولطالما دارت بيننا حوارات حول الحياة وحول كل شيء، فقد كانت تريد أن تصبح كالمبصرين على رغم نقص بعض المعطيات. والأجمل من كل ذلك وشعورها المرهف تجاه الناس جميعا، فإعاقتها علمتها أن البشر جميعا متساوون، طبعا مع الأخذ بالحسبان أنها امرأة، وهو ما يجعلها أكثر حساسية وتفهما للآخرين أيا كانت ألوانهم أو عرقياتهم أو ديانتهم. لم يكن ذلك فقط، بل إن أصدقائي أصبحوا أبناء لها، فكانت بإحساسها المرهف تعرف من هو القريب ومن هو البعيد، وقلبها ينبض بمشاعر مسروقة من مشاعري، وتغفر لكل الناس أي شيء سوى النيل من أبنائها، فهذا دونه خرق العتاد. وعندما أزورها أتأملها طويلا شاعرا بأنني صغير أمام معاناتها وكفاحها
ونضالها السابق حتى ربتنا وأنشأتنا وعلمتنا. أشعر لها بالامتنان والجميل والعرفان والولاء، إذ أنها قدمت الكثير ولا تنتظر مقابلا إلا حبا. بطبيعة الحال فإن جميع الأمهات في هذا الكون يتشابهن بلغة الحب لأطفالهن، لأنها قضية غريزية غير موجودة لدى الرجل، وأمي واحدة من هؤلاء. لكن الأمر المختلف بالنسبة لها أنها أمي، وثانيا أنها كفيفة، وسواء بقناعة أم تعلم أم تعصب أم سموها كما تشاءون، أنحاز مع المكفوفين وأتعاطف معهم بكل جوارحي. لا يزال الهجوم المروع على المسجدين في نيوزيلندا يلقى اهتماما ملحوظا من جانب الصحف البريطانية التي ظهرت فيها أصوات تنتقد تقصير الغرب في تقديم الإسلام الصحيح ومقترحات محددة لمكافحة التطرف اليميني، التي قالت تقارير إن شركة أمازون العملاقة تستفيد ماليا من الكتب التي تنشر أفكارها. وتعبر صحيفة ساندي تيليغراف عن ثقتها في أن الفاشية لن تنتصر، وتقول في مقال افتتاحي إن الاعتداء على مسجدي نيوزيلندا تذكير بشيطان الفاشية الدائم. واستعرضت الصحيفة ما دار بين العجوز المسلم اللاجئ من أفغانستان داود نبي الذي رحب بالقاتل عند باب المسجد قائلا: أهلا أخي. وعندما فتح المعتدي النار تلقاها الرجل المسن ذو 71 عاما. وتقول الصحيفة في تقرير ترجمته البي بي سي: هذا هو الإسلام الذي ربما نادرا جدا ما ينعكس في الثقافة الشعبية، كرم الضيافة والعطف والإحسان والتضامن والسماحة والرحمة. وتطالب الصحيفة أنه من الضروري مواجهة الفاشية ليس فقط بالأمن الصارم والعمل الشرطي، ولكن أيضا بالنقاش الفكري التفصيلي، فهي ككل الأكاذيب لا تصمد أمام النقاش الدقيق، وقد هزمها العالم من قبل وسوف يفعلها مرة أخرى. وتكشف الصحيفة النقاب عن أن شركة أمازون العملاقة تجني أرباحا من بيع الكتب التي ألفها السفاحون القتلة من اليمين المتطرف، وتبين أن الشركة لا تزال تبيع مطبوعات كتبها قادة يمينيون متطرفون مثل أندريه بريفيك. ويقول تقرير للصحيفة عن نتائج التحقيق إن توزيع هذه المواد المتطرفة أثار الانزعاج، لأن المتهمة الرئيسية في اعتداء نيوزيلندا قال إن أعمال بريفيك الذي قتل 77 شخصا في عام 2011 في النرويج ألهمته. تحت شعار مسيرة ضد العنصرية، خرج الآلاف وآلاف الأشخاص في عدد من المدن الألمانية للتظاهر في وجه العنصرية والتطرف، كما وقف المتظاهرون في برلين دقيقة حداد على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي المزدوج على مسجدين في نيوزيلندا. وعنون موقع الدي دبليو: مظاهرات في عدة مدن ألمانية ضد العنصرية واليمين المتطرف. وقال الموقع إن التظاهرات في عدة مدن ألمانية أتت ضد العنصرية والأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبوية، وانطلقت مظاهرة أطلق عليها مسيرة ضد العنصرية نظمها اتحاد الوقوف في وجه العنصرية انطلقت عبر شوارع المدينة. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: العنصرية ليست بديلا، وجدات ضد اليمين، كذلك عبارة لا مكان للنازيين. ووقع على هذه الدعوة لهذه المظاهرة كل من الخضر واليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمركز الإسلامي الألماني في برلين. ودعم عمدة برلين ميشائيل مولر العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي المظاهرة، وقال إن مهمتنا وواجبنا كأشخاص ديمقراطيين أن نواجه الكراهية والتحريض في كل وقت وكل مكان. ودعا رئيس اتحاد شباب الاشتراكيين كيفن كونرت إلى مزيد من الشجاعة في مكافحة العنصرية والتحريض اليميني. وقال كونرت: لا يصح أن نتصرف بصورة عادية في تعاملنا مع العنصريات والعنصريين. جولتنا المصورة من صحيفة الديلي تيليغراف والتي نشرت العديد من الصور المنوعة توثق لأحداث من مختلف أنحاء العالم، نتابع.
ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.